ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الاحد 14 اغسطس اب 2022. هتبقى النهارده بتشعر باحلام يقظه كتير من اجل العالم الحقيقي. هيبقى في دعوه لهدنه لمعركه كانت قدامك مش هتعرف تسبب ليك اي ضرر. هتميل النهارده انك تثق بكل حاجه علشان تفرغ فيها سر اصبح من الصعب انك تتحمله. هتحتاج انك تبص للموضوعيه بشديده اكتر للشخص اللي انت بتتكلم معاه قبل ما تعترف ليه بكل حاجه. بالنسبه ليك المضايقات والقيود الماديه النهارده هتبدا انها اقل شده من الوقت اللي فات، والوقت مناسب انك تتراجع شويه. هيكون عندك فكره مفاجاه هتضع من خلالها كل الامور في نصابها بين كل الاشخاص اللي حواليك. ممكن تتوقع نفس المعامله في المقابل ليك. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 يونيو ل 2 أغسطس، هتتحرك كل علاقاتك من بعض القيود اللي بتعتبر انت بتمر في اليوم ده بشكل اكتر حرية واكتر جراءة واكتر نشاط. ممكن يكون من الافضل انك ترافق يومك ده، واليوم يعتبر كويس لو حبيت انك تدرس وتتطور في التسلسل الهرمي الخاص فيك. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس، هتقطر السماء النهاردة هياج عظيم جدا ليك. في مشاعر حلوة جدا النهاردة وردود فعل مناسبة ليك. حالاتك مزاجية تعتبر غير متوقعة ومتغيرة. كل الإثارة دي في مناخ متوتر بالفعل عندك لحسن الحظ. هتبقى الطاقة بعقولنا بناءة ومنفتحة. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أغسطس ل 22 أغسطس، هيكون عندك الكتير علشان تعمله وتحقق من خلاله رغباتك، لكننا هنعتقد اننا عندنا كتير من الخير عندك، وممكن اننا نبرم اتفاقيات كتيرة تعتبر جميلة لينا. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بتعارض الشمس زحل، ممكن من خلالها نقتدر موقعنا اللي بيبقى متعلق بعملنا ومسؤولياتنا وقواعدنا. هتأدي كل مشاعرنا للشك والتشاؤم والزعم اننا نقوض ثقتنا علشان نعرف نقوم بالتصحيح المناسب لينا. في شعور بالعجز النهاردة، في عقبات كتيرة لازم نواجهها علشان نعرف نتقدم اكتر. في الوقت ده حتى لو كان في خيبات امل، جهودنا هتلبي كل التوقعات. ممكن تبقى بتزيد من ثقتنا اكتر في قدراتنا علشان نبقى مسؤولين اكتر عن نفسنا. حتى لو كان في تركيز كتير على مشاعرنا، تعتبر مثمر جدا للغاية في الوقت ده. الوقت يعتبر مناسب علشان نعيد تقييم كل اهدافنا ونراعي كل حدودنا. ممكن نتعرف النهاردة بحاجات علشان نتبنى من خلالها نهج كبير اكتر تواضع ونضج من اللي احنا كنا فيه. احنا في وضع ممتاز علشان نسخر قوة رغبتنا ونجعلها تعمل لصالحنا اكتر. بيساعدنا العبور ده علشان نكتسب العزيمة وعندنا احساس اقوى بهدفنا في الحياة. علشان كده هنكون على استعداد لاننا نكتشف البدائل بدل ما اننا نتراجع عن التجارب الحقيقية. ما تخافش من التحدي النهارده، مهم علشان نتغلب على كل العقبات اللي عندنا. طاقتنا ممتازه علشان نعيد صياغه مشاريعنا.